وحنا كنموتوا على الوداد وكنتسطاو على شي على سميتها الوداد ابار تراو ابار داكشي خويا تخلوطنا ديك الوداد اخويا منخرطين بزاف مشاكل بزاف حشومه اخويا اول المدرب مدخل لينا جبراه نلعبوا لنا في بلاصه كومارا وكومارا كاين ماشي حشومه مدخل لينا كومارا حتى الماتش حتى الدقيقه 56 مع 67 تكذب عندنا تقولنا هو نحكموش على المقابله من دابا ولكن كنقولوا واحد الحاجه غنرجعوا في المقابله كنثقوا في اللعابه ديالنا حنا بزاف ان شاء الله. انا تنشوف في هذه كره القدم في المغرب مزيانه الرجاء والوداد مزيانه كلوب كبار ولكن كاين شويه الفساد في الكاف هذا الشيء اللي تنشوفوا ديال الحكام راه بزاف وهذا الشيء خصني تعود النظر عليه ان الرجاء والوداد تضربوا تماره العام كامل وفي الاخر تيجي حاكم واحد يحطمهم هذا الشيء خصو يكون نطلبوا القجع ونطلبوا الناس المسؤولين في كره القدم في الجامعه ديالنا ينوضوا وقفوا رجل واحد وحيدوا هذا الفاسد من الكاف هذا الشيء اللي نطلب انا. الماتش ديال الرجاء داز زوين احسن ماتش داز احسن من ديال الوداد واخا انا ودادي مع الزمالك حيد لهم الاربيط جوج بيلانتيات تعدى عليهم بصراحه انا تيعجبني متوليو وسميو الحافظي كواري مزيان في المستوى والوداد ناقصين هاد العام ما داروا حتى شي حاجه فهمتي الوداد ما تيدخلوش لعابه مزيانين في المستوى ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله حنا كنا مغاربه بحال الرجاء بحال الوداد حنا بغينا الوداد تربح والرجاء تربح حنا كنا مغاربه بحال الوداد بحال الرجاء كنا حنا بيضاوة الرجاء تختار ترجع الا كانت بليكيب كومبلي كانوا اللعابه كاملين ان شاء الله تقدر ترجع دابا نشوفوا خمسه لعابه وقال لك فيهم كورونا فهمتي نطالبوا بتاجيل الماتش ان شاء الله ضروري راه الا ما كانش واحد راه فهمتي غتبان لك تقبه في التيران بحال هذا الماتش هذاك ما كانش هذاك اللي كانوا مش هذاك احداد اللعب تبدل فهمتي الفرق بيننا وبين الفرق المصريه والتراوة البدنيه تاكتيكمون حنا مزيانين ولكن هما داك فيزيكمون متفوقين علينا بالفيزيك حيت دار هاد الوباء هما استغلوا الوباء بقاو كيترينيو استمروا في لونطريمون واللعابه ديالنا وبقاو واخدين لونطريمون بجديه حنا بالنسبه للبطوله ديالنا كانت بطوله غادا في واحد النيفو هو التصاعدي ملي دخل هاد الوباء قل النيفو ديالنا بالنسبه للبطوله المصريه غادا تبقى غادا في خط تصاعدي ولكن هذا ما كيمنعش ان الفرق الوطنيه ان شاء الله غتجيب التاهل ديالنا من مصر ان شاء الله لا فريق الوداد لا فريق الرجاء علاش عندهم واحد كاريزما ان شاء الله غادي نجيبوا واحد التاهل ان شاء الله ويكون خير. الصراحه راه كاين تخوف ولكن كما قلتي راه الرجاء دفعات الكاف بتاجيل المباراه تيتشافوا لهم ان شاء الله وغنلعبوا والصراحه في ماتش ديال الزمالك التحكيم ما كانش مستوى كاع شي جوج بينانتيات كنا نستحقوهم ما عطاهمش لينا وحشومة هاد الشيء بقى في لافريك ونشوفوا هاد الدول المتقدمة مبقاش عندهم هاد الشيء ونتمنوا الرجاء دير ريمونتادا وان شاء الله ندوزو ونديو فريق الوداد البيضاوي فهمتيني يعني لعابة ما كاينينش اغلبية وداك كومارا ما خصوش يبقى في التوش داك اللاعب جبران كيلعبوا ستيران ما خصوش يلعبوا اللور يعني فرقة الوداد ما كايناش الرجاء شوية ولكن ما غيدير والو يعني الزمالك نيفو طالع عليهم